أي مال الجمعة تاريخ نأتي هاي سجالك بشلبات لبوا كلها تيافتع حيل كلي مجابي وقدمي وحيد كهاي ما أنت تاريخ ضو أنت أسئ وكت نزلي وأنا أقول في أدير ذي وأنيس عمر وكت ناس وشي حيل كقدوميها واحد هالجن دق مدى ديني إلى جبل كبنادرة كديبل تشيو أي ليلة تيقبها كلا دوان أبول شذا واحد أسي سيدا وحجرت كا دني يردا أقويها كا يهوان كا مناسبة كوبان أو كد عدي واحدة أي أنيس كوشكتي إنه أتناسو شيء دادك هذا إسلامر كانا تلادا كسو عليسي إيادا أو إلالي نيسا مسلحادة دادك ديغانكا أنيسو أيا شكتي إن أي تحقلي نيسو ربطانك دادك سيداسنا أي أغوتناسو شيء حلكي لو إقمدي تلادنا أي ديبو كسو عليسي ما أنت هرطا وحاسو إماني هرطا كلان أو إنا أنت نسولايه أذيرا دي يو قرابة دي دا إن أي يعني إنا كرسي غاس مدحيس أنتو ليكو تادنين أو إماد ماشان آني غرطي إنه ويل أو ولاركين أو كل إنتو أما كل هوا عمو أو واحد دي دناي إنا يعني أو ليبك رع ماشاس إنت لا هاي وقفل ببحوق إذا بناك لي ما هي سو وهاي حق غير نقطة يعني قا دي ديب أسكو في شيء أو ديب أسكو لحد لي إنا ماشى إنتو ليبك هذا الهاي أو ولاله يا ذي رده يكون بابي الهاي إن أنا أختاره أهان إيه ما تي أدين تاس إذا نوقف يقص بينن وعندنا واحد كل هين رأي جاس إن أنا قاسو جيتش مركزي أصدقتين قدرتان كرسيان أذيرده يكتو ذلك أذيرده يكتو ذيالا هذا كبعدين وحي إيقا إيقا لان لقا دان آيا وحي إيقا ريبان نواخر ريبتونا ها ما شاء الله مركوا ما سنتين نسيدوا عنا يسو نبيسين وكما سنتين مركز تبقبلينا هاي هذا كنا والد كياتين إذا كمو ويني سيدا ايه قرتين و ايه شرفتين و اكو ماتسنتين اني قنا سيدا درتين او حين اني كوسو وريجي ما انتو حلقو بلا بدنا وحا اني كي قادينا اللي هاي وحانا اني كي قادينا ما قادنا ما نيعو انتما هاي الكا قدومي واحد او لي دورتا اهيت قدومي واحد كي او هلقن قدومي واحد كاسنا ساعدا لغا بلا وميس كاسو ايدي ساري هاي اذا رضا يداتين عدا ربتين اسي سكرتين وح قرد كا داني يرادا اقوياهن كا ايه هاوين كا واحد هلقن ايا سودو ييقو آن كا انيسا iyaga oo sheegay in waaxdan ay leedahay gudoomiye ay dadkeedu jecel yihiin kaasi oo la xiray xilli uu gudanayay waajibaadkiisa shaqo lana soo daayay markii lagu waayay wax dambi ah waxaana lagu magacaabaa Saleeban Xuseen Maxamuud anagoo ah dadka deegaanka waaxda halgan oo hoos tagta maamulka degmada Daynilee waxa dhacday gudoomiye waaxeed واحد وعي لهاد وسي وانا اكسان اولا شغيي دادك ديغانك وكا شغيي ابني قودة وكا شغيي هرو مركودة وكا شغيي واح الله وحي لغار روي مامل ورنتي دادك كهر ريي ايا اساقا وسي وانا اكسان اسبادة لغو سمي ديغانك ايا اساو شغدي سواتا اساقو شغدي سواتا ومامل كهوشي سكجرة ايا واح الله صوت دي دور باوية تقنكا يا عيدن مايش أسأل لغاو ذي مايش أسأل لغاو ذي وعانو تقن إمامو لكو قبل كبنادر كحوغان وعان دان سانا نقود عضي نين كان ديغانا نها نقو نين نورونا وهاي نين شغافي عان غبتو وهاي نين أبنيق وحكب بدلو وهاي انتا وحرهي نيس بدل بدنا يميدو موبالد إن لغو ربسدو وداتك اللي قدعو إن حي هاي تداتك اللي ديلو إن لغا غاتو وحجاب كودا كجوري هستان أبني الدهر بدنا صور نغطي أساق هذا مركو قدام بيسول الحرايي مالما هسوح يسمى يقول سيدات ساعي برها بينمو توبو انت اقرى عدا إليه وحانا هاي عيدن كالدولات دي فورا هو صور رعدي هاي وباوع كو قارا قرب كيس ويحونا جميلة الدمغلات دي سومالي وحو بلان قادة هاد دكور خوف كل وحي رشي شرع الدراعة اما حتى ايدينا ايدا سنا اي سحنا قوي سو دنبي لقوه ايو إن لسينا يا بالمرين شغدي سنة لغو علمي شغدي سنة لغو علمي هذه أو مارتة يو شغا أسكرة أما عيدان يهانا لدلع سينا يو وابالنك مدحوينا وحن ربنا غرتين وفلو وانك شغدي لغا قبتو وحلقا قبتا ربنا مدحوينا وحكا قبتو أنكو هدان لهي وضيالك ديغانك أيان لهي وقفعوين هاي ديغانك ميشان رادل بول مقدوي أيان لليرا أنكو وحان عصنينا إن ولدايو قدومي واحد كينا سليمان حسين محمد أنا هو حواي أفارك الجلمين
deegaanka nin u fiican u ahay nin yacni waxqabadkiisa aan ku qanacsannahu ahaa marka waxaan rajaynayaa in loola daayo ninkaas haddii aan nahay odayaasha deegaanka waa ku taageeraynaa gabadhaas faatixada loo arinaya insha allahu guddoomiyeenni awal noo jooga xaafadda salaamaal gaado asaguna hadda muddow macnaha meesha joogay deris iyo qaraabo hadda wax ka soo dacwoodoon yiraa ninkaas culasa nagu hayaana weli maanaan arag waa ugu hambalyahaynaa sharafta macnaha ninka leer asigana uu kursigiisa ugu fadhiyo gabadhayna ayadoon cidi qasbaynin oon cidu qora ku haynin oo ay caafimaad qabto ooy fayaawdahay hadday tidhi adeeryaalkay iyo walaalahay iyo aabbahay waxaysan raalli ka ahayn waa ii cuntami waayeen ee waxaan rabaa in layna duceeyo aniguna aan u tanasulo aad iyo aaday u mahadsantahay waana ku soo dhowayhay hanuunkaas hidaayatun min allaahi ilaahay baa maskaxdeeda ku soo riday waxaan u mahad celinayaa gabadhan adeerkeen ahayoo anisaah hadday garatay hadday ilaahay yidhaaho qaraabadeeda aalkeeda hadday garatay way mahadsanta anisa ayadaa fakarkaani ka yimid inay tanasul samaydo inay walaalaheed u tanasusho inay adeerradeed u tanasusho inay maaragtaa sidaas ayaday ka timid horta waxaan leeyahay anisa aad iyo aaday u mahadsan tahay allah barakeeyo ninkan hadda laga hadlay oo saleebaana oo hadda la soo daayey aniga hadda koor waxaan xasuustaa habeen habeenada ka mida ayaa waxaa dhacay nimana inta soo baxeenay guri yimideen waa gargaraaceen waxay yidhaahdeen waa amnigiiyo naga fur haddii la furay galeen wax allaal wixii yiilay qaateen kaas markay ka qaateen kii kale ayagoo garaac ah inta la waxaa la yidhi saleebaano waa sidaasaa jirtee ka soo gaar labaatan daqiiqo kama maqnayn meeshaas dagaalkii uu tuugada uga bilaabay asagiiaa ku dhaawacmay tuugadina midow qabto iyo midow wuxuu ka dhigay maaragtaa meesha ka bixiyo waxaan halkan ka sheegaynaa oo maanta aan isugu nimiday xilwareejinta halkan ka dhacday aad iyo aadaan ugu faraxsannahay una soo dhoweyhaynaa haddaan nahay deegaanka gabadheenna aniso allaha khayr allaha siiyo waa u ducayhaynaa farxad ayay maanta noo muujisay labadayna garbood ay ahaayeen hadday iyadu ay garaadkeeda ou siiyo inay walaalkeed u tanaasushana aad iyo aadaan usoo dhoweyhaynaa waxaa kaleetoodan rabnaa annaga dadka deegaankaana qaasa ahaan waaxda dadbaa ay ku magacaaban tahay mar walba faragelin oo waxaa kale lagu hayninaa nagula hayaa waxaan maamulka degmada iyo gobolka iyo inta ay qusayso aan ka codsanaynaa in horta faragelinta nagala daayo waxaan u hambalyaynaya aad iyo aad aan ugu hambalyaynaya walaashay aniso waxaan leeyahay ilaahay khayr ha ku siiyo waxaad garatay wax aysan garan dadkaa waaweyn marka waxaan ku leenahay aniso hambalyo walaasheen macaan midda kale aniso waxay matashaa ay ka soo jeedaa beesha cabdilla sabdi annaga walaasheen waaye zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho